صدق وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي على دفع للجنة تجنيدية لتسوية المواقف التجنيدية للشباب من أبناء مناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد ووادي العلاقي الذي تخلفوا عن التجنيد حتى تجاوزوا سن 30 عاما وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية الخاصة بهم. وقامت اللجنة التي باشرت أعمالها في المدة من 24 وحتى 28 من ديسمبر الجاري بتسوية العديد من المواقف التجنيدية ورد على كافة الاستفسارات الخاصة بأبناء تلك المناطق. يأتي ذلك استمرارا للتيسيرات التي تقدمها القوات المسلحة لأبناء المناطق الحدودية.